دلوقتي خلينا نفتح الفلور للأسئلة. احنا قدامنا 3 دقايق للأسئلة. حد يحب يسأل حد من الفاكولتي؟ البروفيسور دكتور محمد السبكي، بروفيسور دكتور خالد الأدور، دكتور محمد السباع، أو دكتور أحمد سعيد. نفتح النور. نور. ايه اكتر حاجه في الدي دي اتش سبب الريفيجن؟ يعني زي ما قلت في اول سلايد، هو you need to have at the end of the procedure the femoral head is resting, and I'm quoting Anthony Catter's words, that the femoral head is lying comfortably and quietly in the socket. Working around with K wires just to put it back and to hold it in place is bad. Right? We need to have الأول proper surgery. لازم زي ما دكتور خالد قال في الفيزيكس الجميلة بتاعته، لازم يبقى في فكر مترتب في دماغ حضرتك عشان تعمل least possible damage. مشكلة إن الواحد، أنا ساعات بشوف حالات ريفيجن كتير، وإحنا بنشتغل كتير والكلام ده، ورحمة الله عليه الدكتور يحيى كان يعني بيشوف حالات أكتر وكان على طول بيصورها داخل اشتغل مش عارف الاناتومي، طبعا الدامج بيبقى رهيب. فلازم تبقى عارف انت بتعمل ايه بالظبط. When you go step by step you have definitely a very good percentage. احنا ما شفنا الحالات اللي احنا اتعملناها زمان قبل ما الدكتور يحيى الله يرحمه يروح عند نورس كارول، وقبل ما يروح عند انتوني كاترل، وقعدنا نقارن الحالات دي الحالات اللي عملناها بعد ما اتعلمنا عدل. لا طبعا فرق جبار. دلوقتي انا بشوف حالات دكتور يحيى الله يرحمه بتجيلي اشوفها، طبعا you should know what you are doing. That's the main reason for relapses. ان اللي اشتغل he doesn't know what he's doing. This is a catastrophe. يعني capsulorraphy is not the most important part. دكتور يحيى الله يرحمه ساعات ما كانش بيعمل كابسولوجي خالص، كان ساعات في difficult cases انا بوتين ليه رحمه الله عليه he was doing capsulectomy. كان بيقول ان الكبسول in the long standing neglected cases بتبقى very very aberrant، وانها بتبقى one of the reason of the recurrence of your redislocation بعد your revision surgery. بس sometimes he was doing capsulectomy وهو كان بيعملها اللي وراها له نورس كارل. فلا طبعا لازم اقول لحضرتك ان انت قبل ما تعمل كابسولورافي لازم تبقى الهيد اوف ذا فيمر از ريستنج ان ذا سوكت. كل حاجه بتعملها بعد كده عشان تو مينتين يور ريدكشن بات نوت تو ريزلت ان ذا ريديوسينج. اوكي يعني كل حاجه بتعملها بعد كده كابسولورافي كاستنج بتاعته تبقى انت just عشان تثبت، لكن لازم the head should rest comfortably in the socket. أنا دكتور محمد السبكي، البرسنتج بتاع ال AVN كتير في ال treated DDH. بص حضرتك يعني احنا دافعين كان عندنا نسب AVN عالية قوي. أنا ما بطلنا نعمل ديروتيشن اوستيوتومي كتير، ولو انا احترم جدا راي الدكتور امين عبد الرازق. احنا ما قلت البرزنتيشن دي في المؤتمر الجمعيه في ديسمبر اللي فات كان له تعليق محترم جدا. انا قلت انه اما بطلنا نعمل ديروتيشن اوستيوتومي كتير، وده مش راي انا، كاستانيادا ده بتاع نيويورك ده راجل بيشتغل هيبس كتير جدا 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 جدا، يعني ارقام عالميه يعني. فهو قال لي الكلام ده وقال لي هو مش عارف ليه، وانا قلت اعدت كلامه. الدكتور امين قال لي بس ايه علاقه الفيمورال ديوتيشن اوستيوتومي بالهيد فاسكولاريتي فوق؟ انا ما كانش عندي اجابه، بس انا ما فكرت بعد كده قلت يمكن بتزود العنف البروسيدجر، يعني انت عارف كل ما انت بتكسر كتير وبتاع ده بيزود الانتنسيتي اوف يور بروسيدجر. انت كل ما تبقى ديليكت سيرجن يو هاف ماتش ليس. يعني انا لما اشتغلت مع كاتر الفتره اللي شفتها ما شفتش ولا حال اي بي ان ولا حاله،
is a very very neat surgeon. فعنف الابروتش بتاعك وعنف تعاملك مع التيشوز definitely بيزود الايفنت. طبعا كون ان احنا بنقول ان احنا اللي كنا بنعمل روتين فيمر شورتنينج ده كان بيبر ياباني انه بيشيل سنتي ونص عشان تقلل الايفنت اي في ان proved to be wrong. لان كذا بيبرز نشر بعد كده ورد ان هو فيمر شورتنينج sometimes is mandatory في الحالات اللي الهيب فوق خالص اوكي لازم تعمل كده ولكن should not be done routinely انه ما لاقوش evidence based studies انها اما بتعمل فيمر شورتنينج روتينلي سنتي او سنتي ونص وتحطها في البون دي في الديجا بتاعتك ما لاقوش انها بتقلل الاي بي ان انسنس. يعني الموضوع is very debatable بس انا نمره واحد اللي بيشتغل هيب سيرجي لازم يبقى عارف هو بيعمل ايه. He should learn first. ودي اكتر حاجه بتورينا very bad results من ناس they are not well trained. Thank you. Shall we close the session? بنشكر السادة المحاضرين.